أهلا بكم في أفكار منتصف الليل. الكتابة من الحاجات الحلوة جدا والمفيدة في حاجات كتير. لو عندك أفكار بتجيلك كده دايما، مثلا وانتي في الشغل وانتي في المطبخ وبتقولي إن شاء الله هعملها، وبعد كده بتتوه من دماغك لو انتي سبتيها كده، اكتبيها. خلي دايما عندك دفتر كده، ده للتدوين وبس. دوني أي فكرة بتيجي في دماغك، دوني أي حاجة عايز تعمليها في المستقبل وانتي مشغولة دلوقتي، هتلاقوا كمية أفكار بتتكتب رهيبة. كمان الكتابة مفيدة في تفريغ المشاعر، سواء مشاعر حلوة سواء مشاعر وحشة، أي حاجة عندك حاسة بيها فرغيها في الكتابة، هتفيدك جدا جدا جدا. لو حصل معاكي موقف وحش أو عندك حاجات مضايقاكي جواكي وما عندكش حد تفضفضيله، اكتبي، طلعي كل ده في الكتابة. لو عندك حاجات عايزة تعمليها في المستقبل، طموحات، حاجة عندك، أهداف، اكتبيها، دونيها واكتبيها وانسيها. يعني اكتبي كده وخرجي كل اللي في دماغك، كل أهدافك، وبعد كده انسيهم. صدقوني مع الوقت لما ترجعي تبصي عليهم تاني هتكتشفي ان في حاجات كتيرة اتحققت من اللي انت كاتباها، مجرد ان انت بتخرجي الافكار اللي في دماغك بتترجم بعد كده وبتبقى حقيقي. الافكار السلبية اللي جوانا ممكن نخرجها ونكتب قدامها حلولها. اوقات كتيرة ببقى موجودة كده وجايبة الدفتر بتاعي واقعد اطلع كده كل الافكار اللي في دماغي والمشاكل اللي في دماغي واكتب قصادها حلها، بلاقي نفسي تلقائي كده ببتسم. يعني بحس انه كل الافكار خلاص بقى ابتدت ان هي توضح قدامي، ابتدى حل المشكلة اللي عقلي الباطن بيحلها وبيقولها ابتدت تتكتب قدامي. وبجد بلاقي نفسي ان انا واحدة واحدة كده ببتدي ان انا احل مشكلاتي دي. كان زمان كنت بسمع دايما الاطباء النفسيين والناس المختصة كانوا دايما بيقولوا كلمي نفسك، لما يكون عندك مشكلة أو تكوني محتارة في حاجة كلمي نفسك، كلمي نفسك وكلمي ربنا طبعا، دي حاجة مفروغ منها، بس دايما كلمي نفسك بصوت عالي، كلمي نفسك بصوت عالي كده وانتي بتكتبي، وقولي ان شاء الله الوقت ده هيمر، وان شاء الله المشاكل اللي عندي دي هتتحل وحلها بسيط، ان شاء الله مفيش مشكلة ملهاش حل. صدقيني الكتابة والكلام مع نفسك كده بينك وبين نفسك حلو جدا. مجرد القعدة مع نفسك وان انت تخصصي وقت لنفسك في ان انت تكتبي وان انت تدوني افكارك وان انت تدوري على حل المشكلات دي وتكتبيها قدامك، حاجة حلوة جدا 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 هتفيدك. الكتابة هي رفيقة حياتي وضربي من زمان جدا، من سنين وانا متابعة النهج ده، ولما بنسى الموضوع الكتابة ده او ان انا ما بكتبش صدقوني بلوص كده وبتوه. لما برجع لعقلي واقول لا ايه ده انا بقالي كتير ما كتبتش، بجيب الدفتر بتاعي واقعد اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها والمشاعر السلبيه وحل مشكلاتها والاهداف اللي انا عايزه اعملها في المستقبل وازاي هوصل لده، كل ده بيساعدني جدا جدا وفعلا فعلا بيغير حياتي. فالتزموا دايما بالموضوع ده وخلوا دايما الكتابه هي رفيق حياتكم، وخرجوا كل الأفكار اللي في دماغكم أيا كانت حلوة أو وحشة وفرغوها كده في دفتر عندكم، وخلوا الدفتر ده مخصص للموضوع ده. محتاجة ان انتوا تشاركوني دايما في الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها في أفكار منتصف الليل، وقولولي استفدتوا ايه من الأفكار ديت، وقولولي خطتكم وروتينكم انتوا يعني بتعملوا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ازاي وازاي فرق معاكم، ويمكن يكون في حد بيعمل حاجة كلنا نستفيد، ممكن فكرة أحسن، ممكن فكرة تكون ما جاتش في بالنا كلنا نستفيد منها. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فكرة من أفكار منتصف الليل.